اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمع الى الكابتن هيثم شعبان المدير الفني فريق سيراميك كليوباترا بعد الخساره بدا في مقابل ثلاثه. لا الحقيقه احنا قدمنا النهارده مباراه يعني ما كناش احسن حاجه الحقيقه. احنا كنا مستنيين من فرقتنا افضل من كده كتير، لكن للاسف احنا ما قدمناش احسن حاجه. كان نتيجتها ان احنا كان لنا الاستحواذ معظم اوقات المباراه او كل وقت المباراه، ومع ذلك خلقنا فرص كتير من خلال الاستحواذ ده، الا ان احنا ما قدرناش نستثمر الفرص اللي احنا جات لنا. وفي المقابل فريق الزمالك مثلا الشوط الاولاني قدر يسجل جولين من هجمتين بس، دخلش بوكس الا مرتين بس قدر يسجل من خلالهم، خد واحده جاب جول الاولانيه والثانيه خد فيها ضربه جزاء، قدر يسجل جولين من فرصتين طول الشوط. احنا كان قبل ما يسجل نادي الزمالك في لغايه الدقيقه 30 قدرنا يعني نخلق حوالي اربع فرص ما قدرناش نسجل منهم للاسف. ونتيجتها ان احنا طبعا اتاخرنا الشوط الاولاني بجولين، حاولنا نرجع للمباراه ما بين الشوطين وادينا شويه تعليمات فنيه وعملنا تغييره ما بين الشوطين على اعتبار ان احنا ممكن نرجع للمباراه من جديد، لكن للاسف كان الزمالك كان ليه الافضليه في ان هو قدر يسجل الجول الثاني والثالث ويقتل المباراه يعني. كان لنا استحواذ وزي ما قلت لكم في البدايه، وكان عدد الفرص لينا كان اكبر، لكن في النهايه احنا ما قدرناش نسجل، والزمالك الفرص اللي جات له قدر يسجل من خلالها وانتهت المباراه. لكن مبروك نادي الزمالك طبعا وهارد لك لينا يعني. كابتن هيثم، كابتن هيثم كنت دايما بنشوف فريق سيراميكا عنده شخصيه، دايما بيقدر يحول خساره الفوز او تعادل. شفنا ده في ماتش الاتحاد، ماتش المقاولين، ماتش فتح حتى الاخير في الكاس. ايه اللي اختلف في الماتشين اللي فاتوا على الماتش ده؟ برده 2-0، لكن النهارده سيراميكا ما قدرش يرجع حتى تغيير مصعب، يعني ممكن مصعب تسبب في الجون الاولاني والثاني. جامع كان اختراق من ناحيته وخرج ونزل برده كمان الثاني محمود نبيل بالظبط، فبرده ما فيش اختلاف حصل. شايف ايه اللي اختلف في الماتشات اللي فاتت على الماتش ده؟ لا انا شايف ان في اختلاف حصل في الجبهة اليمين بالتحديد، حصل تحسن كبير على المستوى الدفاعي بالتحديد، يعني ممكن يكونش حصل يعني اضافه هجوميه بالشكل الكافي في الجبهه، ولكن احنا برضو لو تشوف الشوط الثاني برضو خلانا فرص في الشوط الثاني، وكان لينا اكتر من فرصه كنا ممكن نسجل منها ونقرب نتيجه، وبالتالي تعلى الدوافع خلال المباراه ونحاول نرجع للمباراه، لكن للاسف ده ما حصلش. احنا يعني قبل كده كنا بنقدر نرجع للمباراه لان احنا كنا بنسجل من خلال الفرص اللي احنا بنخلقها يعني، لكن احنا ماتش زي دوت لما ما تسجلش من خلال الفرصه اللي بتجيبها اكيد صعب جدا الرجوع، خصوصا لما بتلعب فريق كبير طبعا زي نادي الزمالك مهما كان في عنده غيابات، الا انه في الاخر عنده كواليتي لعيبه، بيمتلك قطاع ناشئين كبير قادر يعمل فريق متوازن، يقدم مباراه النهارده جيده لحد كبير، لعب بتكتيك معين محدد، قدر يعمل زون دفاعي في نص الملعب بشكل نموذجي واعتمد على الكاونتر اتاك في معظم اوقات المباراه ونجح فيها بشكل كبير جدا. ففي النهايه فريق محترم يعني، انت لما يجيلك فرص لازم تسجل، فانت لما تخلق فرص وما تسجلش منها مع فريق كبير في الماتشات الكبيره زي دي اكيد بيبقى صعب جدا الرجوع يعني. كابتن هيثم، يمكن الزمالك دخل الماتش النهارده وهو بيفقد كل فرصه في الصعود للنصف النهائي كاس اللقطه سواء اول او ثاني، مظبوط، عكس سيراميكا كليوباترا اللي كان عنده فرصه هدف واحد بس هو المكسب، على الاقل ممكن ان هو يصعد كافضل ثواني افضل ثاني. هل ده ممكن يكون اثر على تركيز اللعيبه، تركيز زياده عن اللزوم، ان هو كان في شد عصبي عند اللعيبه في صعود النهائي الهجمه، ده ممكن يكون وقفهم في عدم استغلال الفرص اللي اتيحت لهم؟ لا ما حصلش الكلام دوت، انا يعني ما اقدرش اقول ان ده السبب الرئيسي، لكن عايز اقول لك ان احنا في الاخر استفدنا من كاس الرابطه بشكل مميز جدا، كان عندنا فرصه ان احنا نستفاد بشكل اكبر، ولكن للاسف احنا ما استفدناش الا بقدر محدد بس وقدر معين يعني، هنقدر نبني عليه ان شاء الله خلال المرحله الجايه، لكن ما اعتقدش ان الضغوط العصبيه، احنا ما خلناش ضغوط عصبيه على اللعيبه ولا ما كانش عندها ضغوط عصبيه خلتهم افقدوا تركيزهم وما قدروش يسجلوا من خلال الفرص اللي جات لهم يعني، ما كانش فيها ضغوط خالص، بالعكس احنا طول الوقت بنحاول نقدم احسن حاجه. هي القصه كلها ان ما كانوش موفقين في القرارات الخاصه بالفينش وبالتالي ما قدرناش نسجل يعني. شكرا. كل اللي حضرتك قلت عليه، احنا بنحاول طبعا كاس الرابطه بالنسبه لنا احنا مسابقه، بالنسبه لنا كان لنا دوافع فيها كبيره الحقيقه، كنا بنحاول نوصل لابعد نقطه فيها،
برضو كنا بنحاول بقدر الامكان من خلال الخمس مباريات الاولى نجهز اكبر عدد من اللعيبه، بدل ما كان عندنا 14 15 لعيب كنا بنشتغل فيهم خلال المرحله الاولى من معول المسابقه، كنا بنحاول نزود عدد الناس اللي في حاله جاهزيه تسمح لهم ان هم يشاركوا في مسابقه الدوري بعد كده، خصوصا هيبقى عندنا ضغط مباريات كبير، واحنا كنا بنحاول بقدر الامكان نجهز اكبر عدد من العناصر خلال الخمس مباريات دولت عشان خاطر لما نيجي نخش ضغط المباريات ما يبقاش عندنا مشكله في روتيشن، في اصابات، في غيابات. ومع ذلك احنا النهارده برضو عندنا ثلاث غيابات، والحمد لله الاداء لحد كبير ما تاثرش، لان الحمد لله في جاهزيه بشكل اكبر لمجموعه العناصر كبيره جدا الحمد لله. ده الجزء اللي احنا استفدنا منه من خلال كاس الرابطه، ده اللي بقول لك عليه من البدايه خالص، ان احنا كنا بنحاول نستفاد استفادات كتيره، ولكن احنا استفدنا بقدر محدود. الاستفاده الكبيره اللي احنا حققناها ان احنا قدرنا نجهز عدد كبير جدا من اللعيبه، خصوصا ان في عناصر شابه النهارده ظهر بشكل جيد جدا لما الماتش تقريبا شبه اتقتل، حبيت اديهم الاحساس بالمشاركه للمباراه الرسميه، وبالفعل النهارده قدموا مستوى مميز جدا. اعتقد ان احنا ده مكسب كبير النهارده، نقدر نعمل حاجات كتير جدا خلال المستقبل ان شاء الله. الصور هي كانت اصابه قديمه في الانكل، والنهارده نتيجه الاحتكاك يعني كررت تاني. بس يعني على نهايه الشهر ان شاء الله كده هيبدا ان شاء الله ينتظم في التدريبات. شكرا.